مرة تانية بحييكم إخوتي وأخواتي من جبل التطويبات عند بحيرة طبرية، وكان حديثي اليوم عن قول المسيح طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. طبعاً هذا الشيء غريب إنه تسمع هذا الموضوع في البلاد، فالوضع في الأراضي المقدسة ما تغيرش مثل مكان مثل ما موجود اليوم مهما تطور الإنسان. فالشرق الأوسط بيغلي والدنيا كلها بتغلي حوالينا، وطبعا ما أحوج الناس إلى السلام، تبحث عن السلام. لكن السلام اللي عاوز أختم فيه هو سلام يسوع المسيح. عندما تتوج المسيح ربا ومخلصا وملكا على حياتك تتبرر، وعندها تحصل على السلام الداخلي، سلام مع الله، سلام حقيقي يغير كيانك ويغير حياتك. معناته الظروف مش راح تتغير، لكن الله بيعطيك نعمة، بيعطيك سلام في داخلك إنك تواجه هذه الحياة، تكون رسالة سلام للآخرين. من جبل التطويبات بصلي إنه الرب يباركك اليوم.